السلام عليكم خوت، صباحكم مبروك. تحيات الاخوان داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم راه فيديو جديد من قلب السوق 2 قلعه السراغنه الخوت، تاريخ 2/1/2023 الخوت. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه الخوت، والله يطول العمر جميع الامه الاسلاميه. صح ولفتها مصطفى هذيك 2022 ولفتها مصطفى. اه ولفتها خويا يوسف، سيارات البارح قلتيها في المبروك. راه الله يعطيك الصحه، وراه باقي لك واحد السيمانه لين ندخلوا مع 23. الله يحفظك خويا يوسف، الله يكبر بيك، الله يحفظك. هذا شحال خويا يوسف المرضي؟ 86. هذا تطلب فيه 86، الله يبارك. دابا هاد المقصره تداو تحيد لي الصغيبه الفوقانيه. المشره الله يكبر بيك، الله يحفظك. لا لا زوين تبارك الله، وثمن زوين صراحه 3500 درهم الخوت باش تشريها يوسف. هذا الخوت الله يبارك. لا لا ثمن زوين، الله يبارك تبارك الله. خروف جيد، صندوق وكل شيء، الله يبارك تبارك الله. هذا العيد مزيان الخوت 3500 درهم كاسر. الله يحفظك خويا يوسف، الله يستر لك خويا يوسف. هذاك تا هو شحال خويا يوسف؟ شحال خويا يوسف؟ 66، 3300 درهم. شفنا الحليب الله يبارك، هادو كلهم ديال العيد الخوت ملاح تبارك الله. الله يبارك تبارك الله، وتشكرك بزاف خويا يوسف، تحياتي ليك. الله يحفظك خويا، الله يكبر بيك. مشيو تجاه اخر الخوت، الله يبارك الخوت. خرفان ملاح هذا. با محمد، با محمد سي احمد، هادو شحال خويا؟ 66 و41. شحال؟ 64 مشي 64. الله يبارك 64 الخوت، هادو زوينين الخوت هادو ملاح. الله يبارك تديو الاربع لا ها؟ ملاح تبارك الله، هادو الله يبارك تبارك الله. 64 الخوت اللهم بارك، 3200 درهم، وراه خرفان ملاح هادو الخوت. الله يبارك زين وكل شيء، والسلعه راه قليله، هاد المليح اليوم في السوق قليل. الله يبارك تبارك الله، خرفان نقيين كلهم الدمعات اللهم بارك تبارك الله. يلا خالي هالمي خمسه هما ياك؟ خمسه الله يبارك الخوت تبارك الله. لا لا ملاح الله يبارك. دخلنا النمره ابو محمد، قول ابو محمد. 06 06 16 45 05 78. اللهم بارك، الله يحفظك خويا ابو محمد. الله يسر. شو اتجاه اخر الخوت، تحياتي لكم. العمة صباح النور، دير خويا بخير الله يحفظك. هاد الجوج هادو تبارك الله مجمشي، الله يبارك مجمشي سرح، الله يبارك. هادي راه كاين الاختصاصيين في هاد المشرى هذا، تيعمر علف هذا ولا يعرق ربيع، تيدير واحد السقيطه مزيانه تبارك الله، تيدير صندوق مليح ياك العم. شحال الثمن ديالهم العم؟ ديناهم 140 وتخرج منهم 8000 ريال، كانوا محيدين من 140 واحد 2000 ياك. الله يحفظك، بحال بحال 146 دابا، 146 دابا. الله يحفظك، 7300 درهم. الله يعطيك الصحة العمة، هذاك الشيء اللي كنت تقولوا لنا الله يرحم والديك. هذا سنان الحليب ياك؟ سنان الحليب. وهذاك الآخر اثنين؟ هذاك اثنين. واحد سنان الحليب وواحد اثنين الخوت، الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك، تبارك الله. راه ولوا على المعقول دابا ب 7300 درهم، 146. الله يبارك. 5000 درهم. هذا بغي هذا بغي يفردوه دابا. قال لي البهايم هذا، قال لك ماك ما تقدرين. قلنا له ودي راه هذا راه ملح من هذا ولا لا مصطفى؟ ما كاينه لا كاين فرق، هذا سنا الحليب ومقدر على هذا الصراحه ديال. هما راه بجوج الخوت، راه كما قلت لكم كما قلنا العمه راه بحال 73 لواحد باش ولاو. الله يحفظك تبارك الله، بحال 3650 درهم. الله يعطيك الصحه، الله يبارك تبارك الله، والله يسر لك العمه. تحياتي خويا، تحية الأمة كاملة أجمعين، الله يعزك يا ربي أمين. خو الشرقي بخير؟ خرفان شحال خو الشرقي كيداير؟ ما صح الله يعزك، الله يحفظك. داخل الوطن وخارج الوطن الله يحفظك خويا. هذيك خروفة ولا خروف؟ شحال هذيك المشرة؟ درهم 20 تبارك الله، 1000 درهم هذيك الحولية الخوت خروفة هذيك، الله يبارك. وهاد الخرفان، وهاد الخرفان شحال الشرقي خويا؟ طاحوا ب 40 قال 500 40 قال 500 39 و500 الله يبارك. 1900 75 درهم الخوت، 39 و500 الخوت. هاد الربعه هما ربعه ياك؟ ربعه الخرفان الله يبارك بارك الله. السوق غالي، ثمن ما نعاودوها، ثمن صاروخي. والخروف نهار لا نهار تزاد الثمن، نهار لا نهار غادي يزيد الثمن، ما غاديش ينقص، غادي تزاد الله يبارك. ايوا الله يرحمنا الخوت، الله يدير التوالي ديال الخير. مولا الثمن ديال هذا العام هذا العفو، الله يسر خويا الشرقي، الله يعزك خويا، الله يحفظك.
صغير شحال ولد عمي؟ 33 الصبصاط مشراه 33 1650 درهم 33 الخوت الله يبارك اللي تيسول العقرب صغير وهذا البلان قليل في السوق دابا ما كاينش ما كاينش 33 هذا مشراه ياك قدا هادو بعتي 36 ها يلاه حفظك خويا هذا راه جبناه ب 33 الله يعزك والله يسر الله عاون تحياتي الله يبارك هذا ما يبان وليا ملاحس محمد اليوم الله يبارك بارك الله بعدا في الخروف البدري بعدا الله يبارك تبارك الله ملاح شحال ثمن قوس محمد 95 هذا خلاص هذا تبارك الله 4750 درهم الخور 95 ملاح الخور بارك الله وهذا البلان راه قليل في السوق راه ما كاينش راه ما كاين السوق صابع خاوي يصفر الخور الله يبارك تبارك الله غربان ملاح بيض بلدي والله يسر سي محمد الله يعز الله يبارك كمال خويا بخير الله يعزك خويا الله يحفظك العبورات شحال خويا عطيني 23 و 23 و 300 اللي تامر دروك الله يبارك 23 و 300 الخوت الله مبارك 1165 درهم نعطاو شحال من راس هنا 10 10 الحوليات تبارك الله 23 و 300 الخوت قرشين ب 500 كاين الحبوب لا والو ياك لا ما كاين اللهم بارك تبارك الله تباعوا تباعوا سعيد شحال شحال تباعوا تعنا لي بثلاثة ونص ثلاثة ونص باش تباعوا دروك سير الله يسخر ثلاثة ونص باش تباعوا الخوت 1175 درهم 23 و 500 باش تباعوا الخوت دام كساب الله يسر محمد بخير خويا الله يحفظك اليوم شريتيش شريتي حاجه اليوم غالي اخو مصطفى كاينه السلعه المليحه شلا الثمن خو احمد ياك كاين الثمن المليحه ما كايناش والمليح ما كاينش السوق خاوي خويا المليحه شرينا هذه السيمانه ب 64 واه هذيك السيمانه الله يبارك السلعه اللي كتعدك كلها مزيانه الله يبارك الله يحفظك خو احمد بو محمد خويا هذا شحال اثنين هذا مشراه المشرى اخويا ابو اي مرحبا تطلب شحال 72 تطلب 72 اي اخرى جامع جمع الاول جمع الاول 72 اللي تطلب فيه 3600 درهم الله يبارك تبارك الله بالله 3600 درهم تطلب فيه الخوت 72 الله يبارك الثمن ديال المشرى قال لك خليه مستور مرحبا والله دخلنا النيميرو ديالك دخلنا النيميرو قول خويا 06 50 91 64 32 الله يبارك الله يسر خويا الله يحفظك خويا كي داير بخير لاباس عليك خويا الله يحفظك الله يبارك فيك هذا الخير شحال الثمن 100 5000 درهم طالع جموع ياك اي الله يبارك 5000 درهم الخوت الله يبارك تبارك الله طالع جموع اللهم بارك تبارك الله الله يبارك حولي مليح اللهم بارك تبارك الله الخوت حطوا على الصدر حطوا على الصدر الله يبارك تبارك الله 5000 درهم هذا اللي عاطينك ولا خلاصه اللي عاطينه الله يحفظك خويا الله يبارك فيك تبارك الله الله يبارك والله يسر العسكري الله يحفظك تبارك الله الله يبارك الخوت هذه راه يلا جيب الرباعيات دافعه ديال السي عامر السي عامر خويا هذه شحال هذه يا خويا دينا ب 60 مشرى مشرى شاريها راسي ب 60 مشرى 3000 درهم الخوت 60000 ريال اللهم بارك تبارك الله راه دافعه على ميلاد شاريها السي عامر الله يبارك بحال دارك البرد السي عامر كي داير بخير الله يحفظك ودي السي عامر الله يبارك شحال قلت لي مشرى 3000 درهم 3000 درهم باش شاري السي عامر راه دافعه راه دافع على ميلاد الخوت ها هي الله يبارك تبارك الله يلاه جايبه بالرباعيات شو اتجاه اخر الله يسر وهذه السي عامر تاهي شحال هذه خويا 50 هذه يا مصطفى هذه 50 2500 درهم تاهي دافعه هذه جزيره في السن ثنيه كاسره ثنيه كاسره ثنيه ديال الخوت ب 50 هذو هما ديال الجمعيه باش تفاهموا ديال الجمعيه شحال الله يبارك هما راهم ملاحات الله يبارك تبارك الله الله يبارك هذه 2500 وهذه قلنا 3000 درهم الله يبارك تبارك الله راهم دافعات على ميلاد الخوت اللهم بارك هذه كما سمعتوا 2500 درهم وهذه 3000 درهم راهم دافعات هذه طلعت الرباعيات بطلع الرباعيات وهذه ثنيه الله يبارك تبارك الله تحياتي لك سي عامر الله يعزك
الله يحفظك. لا لا ملاحات الله يبارك. واخا نشوف هادي شحال تيال هادي 57 57 مشرا استاذ هي من جي ومن جي جامع ومن جي طلعت الجموع الله يبارك. راه دافع على ميلاد 57 المشرا ديالو 2850 درهم الله يبارك. راه دافع على ميلاد هذا هو الثوب اللي كتشري للناس الله يحفظك. دافع على ميلاد الله يبارك تبارك الله الخوت اللهم بارك تبارك الله. شوف اتجاه اخر الخوت تحياتي لكم الخوت الله يدير الخير الله يدخل علينا هذا العام الله يدخلوا علينا بالصحه والصحه والسلامه والربح وشي صابه تكون ان شاء الله زينه يا ربي امين. الله يحفظ لنا المشاهدين ديالنا داخلين الوطن وخارج الوطن الله يحفظهم يحفظهم لنا يا ربي امين يحفظهم من الافات ويحفظهم من المرض يا ربي امين. شي غلط الله يقضي لي السيره مصطفى الله يرضي عليك راك مرضي الله يكبر بك. احنا كنتاخروا بك الله يحفظك الله يحفظك قد السي عامر الله يكبر بك. ماشي غير نافقوا معك زعما نبيعوا ليك ولا لا لا الله يحفظك مليح وانت حتى راك شاد معقول مع الناس الله يكبر بك. نتعاونوا معك بخير الله يحفظك قد السي عامر الله يكبر بك الله يكبر بك. كما شفتوا الاخوان هذه راه ديال السي عامر حتى هي 57 2850 درهم راه دافعه على ميلاد استاذيه من جهه وجامعه وطالعه جموع من جهه هذاك الشيء اللي كاين تنقولوا للاخوان ورزق الله. تحياتي لكم الخوت. وهادو تا هما هادو تا هما ديتهم السي عامر مشارك فيهم ياك 96 وهذا ثنيه وحده رباعيه هادو 96 باش داوهم الدراري الله يبارك دافعت على ميلاد وحده ثنيه وحده رباعيه الله يبارك تبارك الله مرسومات فيهم النجم هادو الله يبارك الخوت تبارك الله قد قد هذيك تشوفوها قد قد الله يرحم والدين 96 جات بهم الخوت الله يبارك 4800 درهم الله يبارك تبارك الله. وهذه راه داها السي عامر ب 57 الله ييسر الامور الله يدير الخير تحياتي لكم الله ييسر اخو السي عامر الله يبارك فيك الله يحفظك. حال كي داير لاباس عليك حد الدريس كاين مسوق لا ما مسوقش ياك ما كاين باس خويا رحال ياك ما كاين باس خويا عاد واحد الغار اي مرحبا شحال العبورات شحال هذه خويا 25 مصطفى 25 تامرك فيها تبارك الله 25 الخوت 1250 درهم حوليات مزردات لا غلا مزينه تبارك الله مربوطات من رجليه مقيدات هي الله يبارك تبارك الله. شحال من راس انا رحال كاين 12 حوليه الله يبارك تبارك الله اللهم بارك الخوت. وهذا السبعه 25 اللي عاطيني هايدا عبد الملك مال واحد ست الوايده عبد الله هلا حوليات مزردات مكرفسه مقنبه اخويا واه الله يحفظك الله يسر خويا رحال دخلنا نميرو قول هل جاكم السلعه الاخرى ندورو عندها هيا مرحبا ندورو عند السلعه الاخرى الله يبارك ها هي هذه شحال خويا رحال تاي هذه قلنا لهم 21 تطلب فيها 21 تطلب عطينا 19 19 اللي معطيه فيها معطيه فيها 19 الخوت 950 درهم الخوت هذه السلعه هذه الله يبارك. تحياتي للاخوان اللي تشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن تحيه للاخوان اللي تكتبونا في كومونتير تحيه لكم خاصه الخوت تكتبونا كلام زوين راه تنشكركم بزاف الصراحه الله يدير لك الله يدير لكم الشتاو ديال الخير قولنا النمره خويا رحال قول 06 زيد 53 05 12 60 الله يبارك. موقع البروج ياك خويا في السونتر ياك الله يحفظك. شوف اتجاه اخر الخوت بارك الله اللهم بارك الخوت هذو حوليات مشمشات بارك الله الله يبارك. سي حسن كي داير بخير شحال الحوليات خروفات 25 الله يعطيك الصحة 25 الخوت 1250 درهم الله يبارك 10 هما ياك 11 حولية الله يبارك تبارك الله. حوليات مشمشات وزينات الخوت الله يبارك تبارك الله اللهم بارك 25 بالشهر يد الراجل الله يبارك والله يدير الخير الله يسر سي حسن بارك الله الله يبارك. عبد الله خويا بخير
هذا الخير شحال واصل الثمن؟ واصل 25 لتمره. الله يبارك. 25 حوليه. 25 حوليه عاطين 25. الله يبارك تبارك الله. 1250 درهم الخوت. الله يبارك. 25 راس اللي كاين. اييه شارين هذوك الناس عندكم. اييه الله يبارك. تبارك الله اللهم بارك الخوت. هذاك الناس تما مصابغ الله ولكن باغي نحيد واحد ثلاثه. واحد وش ثلاثه؟ اييه الله يحفظك. بحال بغيت ديوها شي 22. الله يسر عبد الله. هذا اسمه محمد خويا الثمن شحال واصلين معاك؟ 28 شحال؟ 28 اللي تامر هذوك 28 الخوت هذو الله يبارك 1400 درهم تبارك الله الله يبارك الخوت. كانوا فايتات هذيك السومه هذيك الايام مدمعات تبارك الله اللهم بارك تبارك الله 1400 درهم اللي عطاه السي محمد الخوت الله يبارك تبارك الله. هذا بين سنين بنو الله يسر خو السي محمد الملاحات خلنا النمره يلا سير الله يسر لي الله يعاونك. قدير ولد عمي الله يعزك شحال هاد الخير؟ عندك شي جوج فيهم الحب ياك لا؟ هيا الله يحفظك الله يحفظك خويا المرض شحال الثمن؟ 17600 لتامره 880 درهم الخوت راه عنده الحبوب شويه شي ثلاثه ولا اربعه ولا بعد اللي بانوا لي هادو فيهم حبات هذا البيت يطلق في الربيع ويداوي راه الله يبارك بحال شعباني دخل العلف العيد راه مزيانه ويداوي على الحبوب والله يدير الخير بنادم راه سبب كما سمعتوا الخوت 17600 880 درهم الله يسر العام خويا الله يحفظك خويا